إذا نحن هيئنا أنفسنا بطاعة الله، بعبادة الله، بترك معاصي الله، بالأخلاق، هاي الأخلاق جدا مهم. واحد لا يقول الأخلاق أكثرها مستحبات، لا، جدا مهمة في صقل شخصية الإنسان وتهذيب النفس، بحيث أن نفس الإنسان في الصعاب، في الأزمات، في الرغبات لا تخذل الإنسان. حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه حينما حملوه إلى الشام، زين، في مرج عذراء، عذراء ولو باللهجة المحلية يتلفظوها عذراء، يعني حوالي 30 كيلومتر عن دمشق، هناك حبس ومعاوية أمر بقتله هناك، قال لا تجيبوا إلى دمشق لأنه يمكن وساطة تجي وكذا، وأضطر أنه أعفو عنه مثلا، أطلق سراحة. هو كانوا مجموعة معه من جملتهم ابنه، فحينما أرادوا أن يقتلوهم طلب من القتلة الجلاوزة الجلادين أن يقتلوا ابنه قبله، فقتلوا ابنه قبله. بعدين قالوا له أتعجلت الثكل؟ يعني أنت ردت في حياتك تشوف مقتل ابنك؟ زين؟ قال لا، ماكو واحد يريد يشوف مقتل ابنه، ولكن خشيت أن أقتل قبله ويشوف قتلتي فيضعف قلبه، فيسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويخرج عن هذه الطريقة. أني أردت أن أتأكد بأنه يموت على ولاية أمير المؤمنين، لا يضعف في هذه الحالة. شوف شلون هذه النفسية العظيمة، يرى الموت أمامه، والشرع هم مجوز له. أمير المؤمنين قال أما السب فسبوني في حال التقية، ولكن مع ذلك اختار الاختيار الثاني أنه يقتل في سبيل الله ولا يسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. مو فقط هذا المقدار، بل يتعجل الثكل لكي ابنهم يفوز بدرجة الشهادة وبالبقاء على ولاية أمير المؤمنين. هذا الإيمان، احنا عدنا هذه الحالة من الإيمان او ما عدنا؟ اذا وصلنا الى هذه الدرجة، وهذه الدرجة الوصول اليها صعب جدا، لكن اذا وصلنا الى هذه الدرجة، الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا لطيف، تشريع يتطابق تكوينه، شافنا احنا قابلين لذلك فيظهر الإمام لنا، اذا احنا شافنا مو قابلين أو الذين لهم القابلية معدودون قليلون ما بيهم الكفاية، الله سبحانه وتعالى يؤخر الأمر. وقد أخر الله سبحانه وتعالى الأمر مرات متعددة.